امبارح شهد مجموعة من الأحداث أبرزها أن مركز المعلومات بمجلس الوزراء بيعقد مؤتمره العلمي السنوي بالتعاون مع جامعة القاهرة، وكمان القوات المسلحة افتتحت نادي وفندق رويال جول في المنصورة بعد تطويره. كمان جهاز حماية المستهلك عمل حملة رقابية على الأسواق في محافظة الجيزة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أعلن عن عقده مؤتمر العلمي السنوي تحت عنوان صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين يوم الحد والاثنين الموافقين 19 و20 مايو الجاري بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لجهود التطوير والتحديث بالمنشآت الاجتماعية والخدمية التابعة للقوات المسلحة لتقديم خدمتها المختلفة للعسكريين والمدنيين بمختلف محافظات الجمهورية، افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة نادي وفندق رويال جول المنصورة بعد تطويره وتحديثه وفقاً لأرقى مستويات الخدمة الفندقية. امبارح أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية اللي بتعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص، وقالت الوزارة في بيان ليها إنها تلقت طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 2772 وظيفة متوفرة الآن في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة أو ذوي الهمم، وده برواتب مجزية بتحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي. وأوضحت الوزارة إن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهري مايو ويونيو المقبل عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة. امبارح قام جهاز حماية المستهلك بحملات رقابية مكبرة وموسعة بمناطق فيصل والهرم وترسة بمحافظة الجيزة للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية في ظل الجهود اللي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة من السيطرة على أسعار صرف الدولار وأيضاً توفره، بالإضافة لجهود الحكومة في الإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك مما يستوجب أن تكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.